يعتبر مفهوم العائلة جزء مهم في الثقافة العراقية. وحدة العائلة تعتبر العمود الفقري للأسرة، والأسر تحمل التقاليد والعادات القديمة. من أحسن معلم لك؟ هو جدك اللي علمني بالحياة، القدوة مالي هو جدك اللي تعلمت منه شغلات كثيرة، ورحت وجيت وياه ورباني على تربية صحيحة. جدك اللي مشاني على تجاربه، هو اللي شافه بحياته وشاف الطرق الصعبة والحياة الصعبة والبسيطة وياه، فعلمني هذا الشيء حتى أنا أتعلم من عنده. اللي علمني هو، فرح أعلم أولادي نفس هذا الشيء اللي تعلمته من أبويا. أفضل مدرسة هو بالحياة حكمة الأجداد. عبر الأجيال نقل العراقيون إرث عائلاتهم إلى الأجيال الجديدة مع تطور المجتمع. حياة بسيطة بالمنطقة، كلنا عايشين مثل ما يقول أخوة، نريد بس نعيش بين أحبابنا، بين جيراننا، بين هذا، حتى مثل ما يقول حياتنا يمشي عادي بسيط، يكون ماكوش يعني فرق بين المنطقة والأهل، متوالمين متفقين وحياة بسيطة وعايشين الحمد لله. ولحد الآن احنا عايشين كأخوة كمنطقة واحدة. طبعا أذكر الحجية بسنة 1982 زوجت الحجية وجمعت أقربائي والأصدقائي وفرحوا بينا، ها، وقدمنا هالموجود العزاء عزيمة، ها، أي والله حجية لحد الآن لا أنا مخلي خاطرة ولا هي مخلي خاطري. عزمنا الجيران والأصدقاء وغنوا بالكردي وبالعربي بالآشوري، ماكو فرق، كلهم تجمعوا. ومثل ما يقول الفرح مشت والحمد لله لحد الآن عمره صارت 65 سنة واني 74 سنة عمري، لحد الآن واحد ما مخلي خاطر أحد. يحظى كبار السن بالاحترام في المجتمع العراقي لكون خبرتهم ومعرفتهم العميقة ببواطن الأمور. غالباً ما يتم نقل حكمتهم من خلال سرد الحكايات والذكريات. أبو سما ما اشتعلمت من جدة؟ هاي الشغلات، هاي بشي الأسرة. والله هو علمني على التلفون، وما أنا بالنسبة لي شغلات ما أعرف، هو يعلمني. جدي علمني الشطرنج، هسه أخسر كل أصدقائي. عنديكم أصدقاء بالمدرسة أحبهم كلهم. راح نتركه بعد موتنا العلم والمعرفة والأخلاق الطيبة. الشطرنج يعلمنا تفكير، ناخذ منه العبر حتى نكون ناجحين بحياتنا، لازم نفكر صح. والله احنا عايشين بالعراق كل الطياف، بس عايشين عائله واحده. انا تعلمت منك احسن شيء يابا، تعلمت على شيء جديد بالحياه، اكله جديده واغنيه جديده وعلى صديق جديد من غير طائفيه ومن غير قوميه، يعني حلو الاجتماع السلمي حلو. حياة ما تقف، يومياً نتعلم شيء جديد. العائلة العراقية نجحت على الدوام أن تحافظ على ذاكرة الماضي الأصيل والمضي قدماً نحو المستقبل. نحن سوينا أسرة وأخذنا من أهالينا العادات والتقاليد، وإن شاء الله نعطيها لأولادنا. تعلمت من أهلي كل يوم لازم أتعلم شيء جديد. نحن تعلمنا بالحياة نحترم الآخر حتى لا يوم من الأيام نفترق من الآخر. نحن نهتم بشيء اللي جمعنا، ما نهتم بشيء اللي فرقنا. أنا أريد أحفادي وأولادي يتعلمون. جدي وجدتي علموني الأسرة أهم شيء. التماسك والوحدة تعني الازدهار ومستقبل أفضل للجميع.